بسم الله والابن والروح كل سنة واحد امين. حلقة جديدة مع قناة دكتور أوغسطين. اهلا بحضراتكم، رجاء محبة مشاركة الفيديو لكل الاخوة والاخوات. موضوع مهم جدا النهاردة اصلا، رجاء مشاركة بس للإخوة والأخوات. نبدأ مع بعضنا في هذا الموضوع الشيق. هذا الموضوع الشيق، أحداث صلب المسيح التي تؤيد ألوهية السيد المسيح، ولا بد أن نعرفها لأنها أهم جدا للغاية. سلام ونعمة للجميع. سلام ونعمة للجميع. رجاء مشاركة الناس. سلام ونعم. رجاء مشاركة البث وعمل لايكس. عشان نبدأ على طول. نبدأ على طول. يلا يا جماعة، عشان 3 دقائق ونبدأ.
وانت طيب وخير. هو ده بمناسبة عيد الصليب جدع. ايه ده الصليب بالتقويم الغبطي؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. اسأل بس في التعليقات عشان هنبدأ الموضوع الأسئلة بقى التانية بعدين. نبدأ بنعمة الله، نتكلم عن الأحداث التي صحبت صلب وموت المسيح. الأحداث اللي صحبت صلب وموت المسيح تؤكد أيضا ألوهيته. كيف؟ هنلاقي الإنجيل بيتكلم عن أحداث صلب المسيح، ومن الساعة السادسة في التقويم اليهودي اللي هي الساعة 12 الظهر بالتقويم بتاعنا، كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة اللي هي 3 بعد الظهر في إنجيل متى 27 لغاية آية 45. مش بس كده، هنلاقي لما نفتح إنجيل متى إصحاح 27، تمام يا هنلاقي متى 27 من آية 51 لآية 53: وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا كثيرين. عذرا اخواتي واخواتي الاعزاء، لقد اتى هاتف. عادل بس كان هاتف، انا اسف. سلام ونعم صن بزكنك، سلام ونعم يا جماعه، سلام ونعم تمنجح. اللي حاصل بقى يا جماعه ان اول نقطه قلناها فكره حصل ظلمة على الارض الى الساعه 9، وبصلوات الكنيسه عندنا بنطفي النور كهرباء وقت الساعة ما بين الساعة السادسة اللي هي 12 الظهر لغاية الساعة التاسعة، وبنقول الصلوات بيبقى فيه إضاءة ربانية بس ما بنكونش مولعين الإضاءة. وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق لأسفل، والأرض تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. يعني حصل شقة جايب الهيكل. ثلاثة، إلهي ربنا يسوع المسيح. ولما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها للساعة التاسعة، مرقس 15:33، ده متناسب مع 27:45. كان نحو السادسة فكانت ظلمة على الأرض كلها للساعة التاسعة اللي هو 23:44 برضه معاه. طب هنا بقى عايزين نأكد الساعات اللي قضاها السيد المسيح على الصليب. عامة الظلمة في الأرض كلها من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة، اللي هي بالتوقيت الحالي من الساعة 12 الظهر إلى الساعة 3 بعد الظهر. في نفس الوقت 12 الظهر دي التأمل كان نفس توقيت مقابلة السيد المسيح مع السامرية. الأب وابن الروح القدس حبيبي هو ذات الله، كلمة الله روح الله، حضرتك جسد ونفس عقيلة وروح وفي نفس الوقت أنت واحد. اسمها عجيبة مش فيها قديرا إله أبدا أبدا للسلام. صح، لحظة ما السيد المسيح أسلم الروح الإنسانية في إيد الله الآب حدثت كتير من الظواهر. نشوف الظلمة ونشوف سببها. إيه الظلمة وسببها؟ كسوف شمس، كسوف شمس. أما تغلوش على الموضوع، ربنا يسوع المسيح والله ظهر في الجسد، ظهر الكلمة، والله له روح، والله له ذات. هي ببساطة كده.
الكسوف الشمسي ظاهرة طبيعية، بتحصل إزاي؟ الأرض بتلف حوالين الشمس، الشمس هي في المركز والأرض بتلف حواليها، ودوران القمر حوالين الأرض. يعني في وسط ما الأرض بتلف حوالين الشمس، القمر بيلف حوالين الأرض. وبتحدث ليه؟ إمتى؟ لما يكون تواجد القمر ما بين الشمس والأرض، يعني الأرض أهي والقمر في النص والشمس ناحية التانية، يعني بالقمر بيبقى حاجز ما بين الأرض وما بين الشمس، ده الكسوف. ده كسوف، فبيحجب ظل القمر ضوء الشمس عن الأرض كليا أو جزئيا. والقمر بيدور حوالين الأرض دورة كاملة كل شهر قمري، يعني حوالي 29. إيه الظرف في ده بالتمام؟ ونظرا لأن مدار دوران القمر حول الأرض بيميل 5 درجات على مدار دوران الكرة الأرضية حول الشمس، فما يحصلش كسوف مرة كل شهر، لأنه يحدث فقط عندما يكون القمر والأرض والشمس تقريبا على خط مستقيم، ويكون القمر في النص ما بين الأرض وما بين الشمس. نتفرج على المنظر، أهي الشمس وأهو القمر وهي الأرض. هنا القمر ما بين الشمس وما بين الأرض، فيعمل كسوف يحجب ضوء الشمس. يعني كسوف الشمس هو ظاهرة طبيعية بيتم فيها احتجاب ضوء الشمس عن الأرض نهارا، وبيكون الكسوف يكون القمر في وضع الاقتران ما بين الشمس والأرض. وفي منطقة ظل القمر على الأرض بيشاهد كسوف كلي، وتبدو الشمس كأنها قرص أسود، قرص أسود، فتلاقي الإضاءة تراوح. وفي منطقة شبه ظل القمر بيشاهد كسوف جزئي. إيه منطقة شبه ظل القمر؟ هي المنطقة المخططة اللي هنا، الظل بتعمل ظل هنا أهو في الجناب دي، دي ودي، دي بتشاف كلي، هنا بتشاف جزئي، تمام؟ وبيتحجب جزء من قرص الشمس، يعني في مناطق بتحسب فيها قرص الشمس كله، وفي مناطق تانية بيبقى الحجم جزء، تمام؟ طب لو القمر في أقرب نقطة ليه من الشمس، فإن مخروطه يعني الامتداد بتاعه بيعمل شكل مخروطي بيظل ينتهي في الفضاء، ويشاهد في هذه الحالة كسوف حلقي في منطقة امتداد مخروط ظل القمر على الأرض. يعني تبان الشمس كأنها قرص أسود محاط بهالة مضيئة، فتبان بالشكل ده. هنلاقي ملاحظات مهمة جدا في ظاهرة كسوف الشمس، ملاحظات مهمة في ظاهرة كسوف الشمس. ايه هي؟ هنلاقي عشان يحصل كسوف يجب أن يقع ظل القمر على سطح الأرض، ظل القمر على سطح الأرض، كيال القمر من الامتداد بتاع أشعة الشمس عليه، هيتطلب معاه وجود القمر فوق خط الأفق، وده ما يحصلش غير في بداية الشهر القمري، من أوائل الشهر القمري. مدة الكسوف الكلي بتحصل ما بين 2 لغاية 7 دقايق في أطول الأحوال، من 2 لـ7 دقايق. سلام ونعم يا دنيا، ده أنا يوسف، أهلا. من 2 لـ7 دقايق في أطول الأحوال. إحنا نلاحظ إن المسيح لما صلب على الصليب حصل كسوف قد إيه؟ من الساعة 6 إلى الساعة 9، يعني 3 ساعات، اللي هي كانت من الساعة 12 الظهر للساعة 3 الظهر، 3 العصرية يعني. فمعنى كده 3 ساعات، فمش كسوف عادي. الله ينور عليك سنة بسكين، مش كسوف عادي، لكن الطبيعي في الظاهرة الفلكية الكسوف إنه يحصل من 2 لـ7 دقايق بس. ويعود السبب إن هنا إن قطر البقعة في ظل القمر في الخيال بتاع القمر ما بيوصلش في أحسن الأحوال لأكتر من 270 كيلو متر في الامتداد من القمر للأرض. وبما إن سرعة حركة ظل القمر على الأرض بتبلغ 2100 كيلو متر في الساعة، فإن المسافة 270 تقطع خلال مدة تقرب من 7 دقايق بالكتير، فتخلص في خلال 7 دقايق.
فتخلص في خلال السبع دقائق. الله عليك سنة ذكية. فتخلص في خلال السبع دقائق ظاهرة الكسوف. من دقيقتين لسبع دقائق خلصت الظاهرة القوية دي. احنا قلنا في صلب المسيح الظاهرة دي تقعد ثلاث ساعات. ثلاث ساعات. مين حصل حصل كسوف في الشقة اللي أنا قاعد فيها؟ وحصل فعلا ضرب الكهرباء في اللحظة. ما عدناش دقيقتين تقريبا. لكن بالنسبة لصلب المسيح على ثلاث ساعات الظلم على ثلاث ساعات. بحسب الهندسة الفراغية لمدارات الأرض حول الشمس ودوران القمر حول الأرض، اتمكن الفلكيون من يحسبوا ويحددوا توقيتات الكسوف ونوعه. مش بس كده، منطقة تأثيره بين فين الظاهرة دي على سطح الكرة الأرضية بدرجة بدقة عالية، وده عادة بيحدث حتى ممكن ثلاث مرات سنوية. تقطيع في البث؟ لا ده مش تقطيع، ده الظاهر كسوف في البث حصل لأن الكهرباء قطعت ورجعت تاني. سلام ونعم بالله. سلام ونعم بالله. فالمدى الطبيعي كده على حسب دراسات العلماء بالنسبة للفلك إن ممكن ثلاث مرات سنوية، وأمكانهم كمان عمل جداول بتوضح أوقات الكسوف من سنة 2000 قبل الميلاد لغاية سنة 3000 ميلادية. من 2000 قبل الميلاد حتى 3000 ميلادية. في ظاهرة تاني، في ظاهرة تاني نشكر الله تمام الحال، ظاهرة خسوف القمر. ظاهرة خسوف القمر، ظاهرة خسوف القمر دي بتحدث نتيجة حجب الأرض لأشعة الشمس من السقوط على القمر نفسه. يعني لما تكون الأرض متوسطة ما بين القمر وما بين الشمس، لكن في الكسوف لما تكون القمر في نص الطريق ما بين الشمس وما بين الأرض. يعني في الحالة دي لما يكون القمر بدر، عندما يكون القمر بدر. وفي الحقيقة العلمية الفلكية دي بيحدث كسوف الشمس في بدايات الشهر القمري، أما خسوف القمر، خسوف القمر بيحصل في أواسط الشهر القمري. يعني الكسوف في البدايات، لكن خسوف القمر في أواسط الشهر القمري. عشان كده نلاقي فترة أمين ثانك يو. بالنسبة لفترة الظلام اللي سادت على الأرض وقت صلب المسيح من الساعة 6 للساعة 9 من 12 ل 3 بعد الظهر، كانت ظاهرة خارقة للطبيعة، وكل المحاولات اللي بذلت عشان تفسيرها إن هي ظاهرة طبيعية فشلت، بقت بالفشل. يعني هي مش مجرد ظاهرة عادية بتحصل على طول عامة، لا. حاول البعض يفسرها ويقول إن الظلام ده نتيجة لكسوف شمسي، والرد عليه سهل جدا جدا جدا. ازاي كسوف شمسي والمسيح اتصلب في الفصح اليهودي؟ والفصح اليهودي هو في الرابع عشر من الشهر القمري، يعني في اكتمال القمر. الامر اللي ما ينفعش يحصل معاه كسوف للشمس، لان بتكون الارض ما بين الشمس والقمر، ففي الحالة دي مستحيل يحصل كسوف لأن القمر بيبقى بعيد والأرض هي اللي بتبقى في الوسط، فما يحصلش إن الشمس تتكسف فضلها فنورها يختفي ما يبانش على الأرض لمدة دقيقتين لسبع ساعات. لا ده اختفت لمدة ثلاث ساعات، وما ينفعش أصلا يحصل كسوف في الوقت ده، ما ينفعش يحصل كسوف في الوقت ده. اتنين، قال بعض ان حدوث الظلام نتيجة لحدوث عاصفة ترابية من هبوب الريح شرق عاصفة، ولكن في النص في الاناجيل ما اشارش لأي وجود رياح او عواصف ترابية، بل الظلم استمر لثلاث ساعات وزلزال عند موته. كمان بيحاولوا يقولوا تالت حاجة، وهي
إن حدوث الظلام ده مرور كتلة ضخمة من السحاب غطت المنطقة، غطت المنطقة، ولكن الظلمة كانت على الأرض كلها وليس في المنطقة محدودة غيرها. إيه؟ خدوا بالكم من النقطة دي بقى، نقطة جامدة جدا جدا جدا. إيه اللي يأكد إن صلب المسيح هو صلب لله؟ الظواهر دي، كسوف شمس ما ينفعش يحصل في وقت أصلا، لأنه ده قمر 14، فيعني أرض ما بين الشمس وما بين القمر في النص. مفيش زلزال، لا في زلزال حصل مع موت المسيح. بيحاولوا يقولوا ان هي سحابه او تراب، لا الكلام ده مش صح، لان لو سحابه ولا تراب ما كانتش الظلمه هتكون على الارض كلها كامله، كوكب الارض، كوكب الارض كامل 3 ساعات، 3 ساعات كامله كوكب الارض يكون فيه ظلمة، عيب. طب ده من ناحية الفلكية، نزول ماء مع الدم، بالظبط نزول ماء مع الدم، الماء يشير إلى الموت والدم يشير إلى الحياة، كلام مظبوط صنع سكن. كمان لما نكمل إجاباتنا نلاقي من ناحية تاريخية، من الناحية التاريخية أناجيل العهد الجديد قالت ما عدا إنجيل يوحنا تناولت حدث الظلمة. قلنا الشواهد أجيبها لكم، متى 27:45، متى ومرقس 15:33، ولوقا 23:44. فمعنى كده إن في ليها ثوابت تاريخية، وحددت وقته ومدته بدقة شديدة، قالت 3 ساعات، 3 ساعات، وأشارت إنها كانت على الأرض كلها. سلام ونعمة وسارة أبد أهلا، وأشارت إنه على الأرض كلها، وده اللي اتذكر بالشهادة الكتابية اللي إحنا قلناها. كمان مش بس الأصفار القانونية، ده في أصفار أبو كريبة، يعني أصفار ما تعتبرش أصفار مقدسة، ولكن يتاخد منها ممكن الجزء التاريخي، ممكن يتاخد منها الجزء التاريخي، زي في الكتاب المدعو بإنجيل بطرس، كتاب المدعو بإنجيل بطرس قال إيه؟ ولما صار منتصف النهار غطت الظلمة كل اليهودية، ولما صار منتصف النهار غطت الظلمة كل اليهودية. وجاء في الكتاب المسمى من كتب الأبوكريفة إنجيل ماركون، والمسمى بإنجيل الرب أيضا، وكانت ظلمة على الأرض كلها حتى الساعة 9، واحتجبت الشمس وانشق حجاب الهيكل. وفي الكتاب المقدس المسمى بأعمال يوحنا، لا مش كتاب مقدس، كتاب منحول، قلنا بناخد منه الناحية التاريخية. وعندما كان معلقا على الصليب يوم الجمعة في الساعة 6، حدثت ظلمة على الأرض. يعني الأصفار القانونية بتأكد الكلام ده، والأصفار المنحولة اللي احنا ما بنؤمنش بيها أصلا بتأكد الكلام ده من الجزء التاريخي. ومش هستقبل جسد الوقت، هستقبل بعد خلص بعد. أكدت برضو الجانب التاريخي حدوث الظلمة. في خطابات قديمة بقى بمؤرخين، جاه في خطاب بيلاطس البونتي إلى تيباريوس قيصر، قال إن بدء الظلام كان في الساعة 6، وإن غطى كل الأرض. يا أبوي، يعني يا بيلاطس ما خدتش بالك من النقطة دي، إن تم ظلمة من الساعة 6. هو أنت ما عمال تصلب ناس وتجلد ناس، إشمعنى مع المسيح حصل كده؟ مش بس كده بقى، بص، قديس اسمه ديونيسيوس الأريوس باغوس، ده أول أسقف لمدينة أثينا،
والكنيسة اليونانية بتحتفل له بيوم 3 أكتوبر من كل سنة. قربنا يعني بنتكلم في حدود 7 8 أيام ويحتفل الكنيسة اليونانية بيه. ليه ميمر بيتصلى في أسبوع الآلاف في الكنيسة القبطية؟ قال هو إن كسوف شمسي في مدينة هليوبوليس المصرية وقت الصلب، ودونيسيوس كان مذكور في سفر أعمال الرسل إصحاح 17 آية 34، هو من أثينا وتلقى العلوم اليونانية ودرس الفلك في مدينة هليوبوليس المصرية، وكان متواجد معها مع صديق ليه اسمه أبولو بونوس، وشاهد الاتنين شافوا زمة على الأرض حصلت وقت صلب المسيح. الاتنين القادم حبيبي يا راجل، وقت صلب المسيح، ولكن نظر لاستحالة حدوث كسوف شمس في الوقت ده، قال ازاي يعني كسوف دلوقتي؟ إما خالق الكون بيعاني الآن، أو أن هذا العالم المرئي قد أتت نهايته. شوفوا مدى قوة الكلام المعبر، يا خالق الكون بيعاني في هذه اللحظة، أو أن هذا العالم المرئي قد أتت نهايته. وفعلا هو خالق الكون كان بيعاني الآلام نسوتيا في الفترة دي. وآمن القديس ديونيسوس الأرسباغوس وأصبح أول أسقف لأثينا. طب خلصت على كده؟ لا، المؤرخين القدامى هنلاقيهم، هنقول ذكر مش كتير في الجزئية دي، لكن كتير في التاريخ عامة، في حاجات كتيرة أنا اتكلمت فيها في حلقات سابقة. المؤرخ المسيحي سيكتيوس يوليوس الأفريقي، ده منين مقره؟ جغرافيا من شمال أفريقيا، عاش في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث، كتب تاريخ العالم منذ الخليقة وحتى سنة 221، يعني غطت طبقا لحساباته حوالي 5723 سنة. وكتب عن المؤرخ ثالوث، المؤرخ ثالوث ده مؤرخ عايش في القرن الأول الميلادي، وكتب 3 مجلدات تاريخية لمنطقة البحر المتوسط من حرب تراجان لغاية سنة 50 ميلادية، من ضمنها سيكتيوس فيما بعد في كتبه كتب كتب تاريخية وأكد تاريخية السيد المسيح، إن المسيح مش من أسطورة. كتب بعد الصلب بعشرين سنة، أي حوالي سنة 55، يعني كلامه قريب من وقت الصلب. أطلق ثالوث على الظلام اللي حدث وقت صلب المسيح كسوف شمسي. كسوف شمسي لما خلص الموضوع، خلص الموضوع صبر الجمهور. في واحد طلب قبليك وانت بعد كده. وقت عيد الفصح والقمر كان بدر، والقمر كان بدر. المؤرخ الكنسي يوسبيوس القيصري يؤرخ، وهو يعتبر أبو التاريخ الكنسي على المتذكر لقبه، أورد في تاريخه عبارة فيليجون مندراليس، وهو ده فيليجون مندراليس ده مؤرخ يوناني من القرن الثاني الميلادي، اتركزت كتاباته عن تاريخ الألعاب الأولمبية وسجلها في 16 كتاب بداية من دورتها الأولى سنة 776 قبل الميلاد ولغاية الدورة 229، ودي كانت سنة 137 ميلاديا في القرن الثاني ميلادي. وذكر المؤرخ بيتكلم عن عبارة فليجون، قال يعني كانت وافق في القرن الثاني الميلادي، وذكر ان اثناء السنه الرابعه من الالعاب الاولمبيه اللي هي كانت تعتبر رقم 202 من دوره الالعاب الاولمبيه واللي بتوافق سنه 32 33 ميلاديا، حدث كسوف عظيم للشمس من الساعه السادسه لم يحدث مثله من قبل، حيث ظهرت النجوم وتحركت الشمس في مقاطعه بيثينيه باسيا الصغرى، كما حدثت زلازل هزت بيوت كثيره في مدينة نيقيا. يعني أكد نفس كلام الكتاب المقدس. وفي نفس المجال أورد يوسبوس مصدرا يونانيا آخر، قال مسجلا كسوف شمسي وزلازل في نفس المدينة، وحدد يوسبوس المؤرخ زمن الأحداث إنها في صلب المسيح. وتحقق إمبراسيس اللي هو نيكولاس إمبراسيس ده عالم يوناني،
اتولد سنة 1929 ومهندس وأستاذ في جامعة العلوم الزلازل وميكانيكا التربة بالكلية الملكية بلندن. حقق من حقيقة الزلازل اللي هزت مدن وقطعة بسينية بآسيا الصغرى وقت الصلب. يعني معنى كده إن صلب المسيح صاحبه كسوف شمسي على الأرض كلها، وزلازل أو زلزال احتك بجزء كبير من الأرض اللي ما كانش بالأرض كلها كمان. يعني الطبيعة غضبت لأجل المسيح. وأشار المؤلف واللاهوتي ريفينيوس الأكيلي، يعني زلزال وغياب الشمس كان الأرض كلها مش متوقع. الله ينور عليك. كوناتي خلي، يعني مش محتاج انت حد، خلي حد كلب ينكحك. انت اللي كنت متنكر زي السيس، خلي كلب ينكحك انت كمان. نكمل. أشار المؤرخ واللاهوتي ريفينيوس الأكيلي نسبة مدينة أكيلا بإيطاليا من سنة 340 ل 410 في تعليقه على التاريخ الكنسي لوسابيوس إلى اقتناع لوسيان الأنطاكي شأن وشأن ترتليانوس بأن حادثة الظلام المصاحبة للصلب يمكن إيجادها في السجلات الرومانية. يعني أكيد السجلات الرومانية سجلها. المؤرخ المسيحي التالي لوسابيوس هو اسمه بولس الأوروسي من سنة 375 لسنة 412 لا 418 لسنة 418 قال إيه؟ قال إن الزلازل التي حدثت وقت موت المسيح كانت على اتساع الأرض وكانت من الشدة بحيث تساقطت الصخور من قمم الجبال. وفي الساعة السادسة حدث الظلام على الأرض كلها لدرجة ظهور النجوم، الأمر الذي لا يمكنه أن يكون كسوف شمسي حيث لا يوجد القمر بين الأرض والشمس، كما أنه لم تكن هناك عاصفة ترابية أو سحب تحجب الشمس، الأمر الذي لم يذكر قط في الأناجيل ولا في الكتب اليونانية. لا يعني الإنجيل قال ولا الثقافات اليونانية ولا التاريخ اليوناني قال إن في الوقت ده كان في حاجة هي اللي منعت ضوء الشمس. نيجي بقى للكتاب الخليدة النفيسة في تاريخ الكنيسة للأسقف الأنبا إيسيدوروس، يقول إيه؟ أشار إلى هذا الظلام كثير من القدامى، فقال فيليكون الفلكي في القرن الثاني أن الظلام الذي حدث عند صلب المسيح لم يحدث في الكون مثله من قبل. وقال ديونيسيوس الأريوباغي عندما شاهد هذا الظلام إما أن إله الطبيعة يتألم الآن أو أنه يرثى لشخص يتألم. هنلاقي حاجات تانية، شهادات آبائية بقى بالنسبة للظلمة التي حدثت على الأرض. بيقول القديس أثناسيوس الرسولي من سنة 296 لسنة 373 ميلادية، ولهذا السبب لما رأت الشمس خالقها يتألم في الجسد المهان أخفت شعاعها وأظلمت الأرض. يقول القديس كورولوس الأورشليمي من سنة 313 ل 386، هل تطلب أن تعلم بدقة أيضا عن الساعة التي اختفت فيها الشمس؟ ربما الساعة الخامسة أو الثامنة أو العاشرة، اخبرني بالضبط أيها النبي متى غربت الشمس؟ حسنا، يقول النبي عموس. ويكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب إني أغيب الشمس في الظهر. إيه ده؟ ايه دقة النبوة دي؟ اذ كانت الظلمة فعلا في الساعة السادسة. الساعة السادسة اللي هي اقوم اليهود الساعة 12 الظهر، واختم الارض في يوم نور عاموس 8-9. اي وقت هذا ايها النبي واي يوم؟ واحول اعيادكم نوحا عاموس 8-10.
لأن الصلب صار أي أثناء فترة أيام الفطير وفي عيد الفصح. بعدها يقول النبي: وأجعلها كمناحة الوحيد وآخرها يوم مر، لأنه كان يوم من أيام الفطير ووعيد. عندما كانت النساء تقرعن على صدورهن وهن يبكين في إنجيل لوقا 23:27، بينما اختبأ الرسل المملوئين حزنا والجدير بالإعجاب. دقة النبوة، دقة النبوة، شفتوا حتى الأحداث الفلكية تشهد لألوهية السيد المسيح ويشهد له المؤرخين أيضا. أيضا ليس فقط المسيحيين. كان في أخ كان طول يسأل. صحيح، شكرا أخ فؤاد على دعم في بث الصوت. اللي عنده سؤال لولو، اللي عنده سؤال لولو، استمر معاك. شكرا. اعمل لي بقى فولو ومتابعة على اليوتيوب، قناة تحت الصورة أو في رابط البايو. اللي ما عملش يا جماعة متابعة على اليوتيوب، يا ريت يعمل متابعة على اليوتيوب، عشان كل الفيديوهات بإذن الله هتلاقوها نازلة على اليوتيوب. هتفرحكم، هتفرحكم، ربنا يبارك. شكرا، شكرا جزيلا بريتان، شكرا جزيلا بيتر. اللي عنده أي سؤال، اللي عايز يطلع يسأل يشرف، يشرف. حد عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال يلولو، يلولو. اللي عنده سؤال يلولو، يلولو. حد عنده سؤال؟ كده تأكدنا. يوم تمام يا معلم. التعليقات بقى يا جماعة، اللايك التعليقات بتزود الفيديوهات، فتنتشر الخدمة لكل الإخوة والأخوات. اللي عنده أسئلة وعايز يسأل يتفضل، يتفضل. اللي عنده أسئلة وعايز يسأل يتفضل. حد عنده أسئلة؟ شكرا. طالما الانجيل ما قالش المسيح خير من قبل يوم جمهور يوم 3 ايام وثلاث ليالي، 3 ايام وثلاث ليالي، ان انا في التقويم عند اليهود جزء من اليوم يعتبر يوم، المسيح قعد جزء من الجمعة، بقية الجمعة ايه؟ السبت كله، وقام بكر الاحد. قام حقا، قام رئيس السلام. هللويا، هللويا، الرب قام. مريم قد ذهبت فجر الأحد بأطياب وحنوط للجسد، ويسوع قام حقا
صار وإذا الماء لم ظهر يا الله. سلام عليكم أخواتي. هل رؤيا عند شوق الفجر بكير في صباح الأحد قام رب المجد ناصر شعبه للأبد قام رب المجد ناصر شعبه للأبد أنت دست الموت وحدك يا يسوع الناصر مظهرا للخلق في الجمال الباهي مظهرا للخلق في الجمال الباهي قام بكر الراكدين ظاهرا معطي الحياة قام حقا من بعد الوفاة قام حقا ويقينا قام من بعد الوفاة أنت دست الموت وحده يا يسوع الناصر مظهرا للخلق ماذا بالجمال الباهر مظهرا للخلق ماذا بالجمال الباهر وجموع الناس عادة فوقهم امتحانا فالسماء والأرض نادى قام فارح الأعصار مدى ممكن طلب ممكن طلب اتفضل فاضل بتاعي فاضل بتاعي فاضل منتظر الطلب كنت بقول لك يا عم يا راجل يا راجل على اساس ان السلام عليكم يا دكتور كويست على اساس ان القبر كان بمفتاح صغير كده وبيفتح وخلاص يا عم القبر كان عليه حجر والحجر ده مختوم والختم اللي هيشيل الحجر ده هيطلع عينين اهله هيتقتل مش سهله هي مش سهله حاجه مش سهله غير ان جنود الرومان مش عالم كوركات يعني جنود الرومان عشان يبقوا جنود اصلا سلام عليكم جوني عشان جنود الرومان يبقى جنود فعلا لازم كانوا يعملوا ايه بيبقى لهم توضيبات ولياقه بدنيه معينه وحوارات مش اي حد لا يعرف يسرق واللي هيسرق هيقتله اللي هي جسر فكر يسرق الجسد هيقتله مش هيسيبوه عند شوق الفجر باكر يجي بعد كده يقول لك ايه قال ايه المسيح ما اتصلبش ازاي امال كل ده ايه تاريخيا اتصلب من القران اتصلب من الحديث اتصلب من المسيحيه اتصلب من التاريخ اتصلب ايه لماذا انتم تائهون ايه رددوا معايا كده كيف انسى كيف فيني اتصل لابونا زكريا حد عنده علم من خلال التليفونات الموجوده على في البرنامج التليفونات الموجودة في البرنامج أسهل طريقة تقدر تكلمها
بس يا حبيبي انت بس يا حبيبي اشرح لي انت بس ده كده صوت. لا ابونا ده مش مشروع، ابونا زكريا بوسس مش مشروع، ده كلام سياسي مش اكتر، مش مشروع. سيبكم الكلام ده، وهو محترم ولا هو شاذ ولا هو حاجة من دي، راجل محترم بس هما بيطلعوا عليه كده عشان متغاظين منه ان هو بيتكلم من مراجع. بس انا طبعا ضد اساءة، لكن كلام بمراجع ده ما اعتبرش اساءة. الخروج بألفاظ بره المراجع ده اللي تعتبر اساءة. يعني كل واحد يحاسب على نفسه، لكن ما تشرحش كنسيا، ما تشرحش مفيش الكلام الفارغ ده. شكرا من الله. لا احنا عايزين حاجة للشريط. كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، من رآني في هواي فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا حيث يدي، إمي مي 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 فامي ريدو ريدو سي مي مي فامي ريدو ريدو سي مي صلى لا 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 صلى لا سي دو ري دو سي مي. كيف أنسى سيدي الغد للمسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، من راني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي. يعني مش بيشتم، يعني هم برضو اللي بيتدعى المسيحية ما بيشتموش، ما بيشتم اللي بيشتم غلط، لكن بيتكلم في مراجع مش غلط أيا كان مين هو، مسيحي ولا مسلم. أبونا زكريا مثلنا ما اعترضش، أنا ما اعترضش على أسلوبه في المراجع، لكن اعترض لو خرج عن المراجع. ربي يطول عمر أبونا زكريا ويسلم في خلاص كتير من طبعا بحاجة. مش المفروض الأب الكاهن لو بيشتم الشلح، لو عشت لو الأب الكاهن اللي بيشتم الشلح كان شلح على ناس كتير أصلا، يعني حاجات كتير حاجات كتير. هو ليه أكل مع التلاميذ بعد القيامة مع إنه مش محتاج ده؟ سؤالك حلو يا كريم، لأنه بعد القيامة عايز يأكد إن هو مش مجرد لاهوت فقط، ليس فقط لاهوت، هو اللاهوت متحد بالناسوت، أكيد على الطبيعة الناسوتية برضه. يعني إن هو مازال الجسد الموجد موجود معاه، مش معناه إن هو ساب الجسد. الجسد الله وحد بنفسه جسد وكيان بشري، الجسد ده موجود ومستمر معاه إلى الأبد، مستمر هذا الجسد إلى الأبد إلى الأبد. أنت ليه ما بقتش كاهن لحد دلوقتي؟ مش خلصت الكلية؟ أنا خلصت الكلية بس لازم أكون في برشية، أمين، لازم أكون في برشية، البرشية اللي أنا موجود فيها يكون فيها أو أسقف يكون متوافقين مع بعض إداريا، يعني هو فاهم خدمة وأنا فاهم خدمة كويس، بحيث ما نتعبش بعض إداريا، لأن أنا بحب أمشي في الحاجة قدر الإمكان مظبوط على قد ما أقدر تكون مثالية. فلو ربنا سمح ألاقي أسقف كويس يرضى ان انا اللي اترسم في برشيته، بس تكون بدعوة من الله مش مزاج شخصي، يعني مش بمزاجي ولا بمزاج الاسقف، تكون دعوة من ربنا ليا اهلا بالكهنوت. بس الكلام ده بعد ما اتجوز،
الكلام ده بعد ما اتجوز، انا لسه ما اتجوزتش. يلا سكر. بس اعطيني دي حاجة يا يوسف. لا، في بعض الأساتذة ما يحبهمش، ما عجبهمش ما عجبهمش طريقتي، ما عجبهمش طريقتي، يعني الواحد اللي يقول لهم الصح صح والغلط غلط. في بعض الأساتذة ما عجبهاش الطريقة دي، في بعض الأساتذة وكتير من الأساتذة عايزين حاضر ونعم، حاضر ونعم. تقول لهم حاضر ونعم، ممكن تبوظكم بدلهم. لكن ما بحبش النوعية دي، أنا ما بحبش النوعية اللي هي إيه، اللي هو عايزني أقول له حاضر ونعم ده على طول. لا، حاضر ونعم يبقى أنا مش عارف أقول حاجة في الخدمة، ولا أعترض على حاجة، ولا أحاول أعدل في حاجة غلط مثلا، فأنا رافض الكلام ده. لو أنا ربنا سمح إن أنا أكون قسيس، أكون قسيس وليا فهمي وليا إدراكي وليا حرية إن أنا أناقش مع الأسقف، مش عيب إن أنا أناقش. لكن للأسف حتى في القدرية دلوقتي بعض الشخصيات ما بتحبش الأسلوب بتاعي، اللي هو أسلوب الناس اللي بتشغل دماغها، عايزين ناس قطاعة على العمياء، لا تجادل ولا تناقش يا أخ علي. أنا ما بحبش الأسلوب ده، الأسلوب ده مش مسيحي أصلا. أظن عادي المناقشة مع الأساقفة. لا، مش كل الأساقفة، هما ممكن يبينوا لك هم بعضهم عشان ما نركبش الغلط. بعض الأساقفة ما يحبوش اللي بيناقش، يحبوا اللي يقول لهم حاضر ونعم. يا إما تبقى وقعت في المحظور، وإلا وقعت في المحظور، تخيل؟ أساقفة ومسيحيين يعملوا كده؟ صدق. انت قصدك على مين، اساقفه غير اللي بنشوفها؟ لا صدقني، اساقفه هم اللي بتشوفها، ممكن تكون بتشوفهم على التلفزيون بطريقه وفي الحقيقه بطريقه تانية خالص. بس التلفزيون ما بيجيبش كل حاجه، بيجيب الحاجات الملمعه التلميع، لكن الحاجات الحقيقيه بتشوفها في الواقع، في الاحتكاك بالبني ادمين. انا دخلت الكليه الالكترونيكيه، كان في سلبيات جوه الالكترونيكيه، في ناس بتحاول تغش جوه امتحانات، في ناس بتتلاعب بالدرجات في السجلات، حاجات كتير تلاعب جوه الكليه. جوه الكليه الالكترونيكيه. طب وهل ده الاسلوب ده مسيحي؟ لا، مش مسيحي، هو المسيح بريء من الكلام ده. بس طب واحنا نعمل ايه؟ لا، احنا نعمل ايه نبقى فاهمين ان الناس دي مش ملائكه، يعني تبقى فاهمين الناس دي مش ملايكة، في ناس ملايكة وفي ناس إبليس ضحك عليهم. وعينينا على ربنا، يعني من بين 128 أسقف مفيش ولا واحد قبلك، محدش فيهم عرض عليا إن أنا أترشم عندهم في الأوبشن، محدش عرض عليا إن أنا أترشم في الأوبشن. ده نقطة. النقطة التانية، حتى لو ربنا سمح حد جت دعوة من ربنا والأسقف قال لي اترسم، هقول له اتجوز. لا طبعا لازم اتجوز. طب مين الحلوين عشان نسمعهم؟ ربنا يرشدك، ربنا يرشدك، عشان انا لو قلت اسماء انت هتقولي الباقيين الوحشين. انا مش هقول، انا مش هقول، انا هسيبك انت تتعامل وتشوف وتقول لي. انا اللي بتعامل معايا وبلاقي يعني في روح خدمه بتكمل تعامل معايا، بلاقي روح شريره حتى لو قسيس ولا قمص ولا امين خدمه، بقول له اذهب الى فردوس الجحيم على نفسي. انا بقول له اذهب الى فردوس الجحيم في بالي. ربنا او يتوب، ربنا يتوب عليك من اللي انت فيه. لا، ما انا مش هقول لك، مش هقول لك، انا اللي هقولهم يبقى انت هتقول اللي عكسهم، دول مش طيبين. لا، ما تركبنيش غلط، هي مش ناقص، انا كده كده قافش مع ناس كتيره منهم.
خاصة بعد قتل أبونا لمبا بفانيوس وبعد اتهام أبونا أشعياء وأبونا فيلكاس. المواقف السلبية كتيرة من الأسقفة في الموضوع ده. يا يوسف، ما أبهاك ما أبهاك، ليس كل واحد يقول يا رب يعني سوف يدخل من الباب فقد أهو الصح منهم ترك الباب. بالظبط صح كده، لوثر في برايس صح كده. يعني لو قلت لي واحد هقول باي واحد، لا يا عم مش هقول، تعامل مع الناس شوف، واللي تلاقيه حلو كمل تعامل معاه، ما تلاقوش حلو اخلع. بس انا عشان ابقى قسيس في بروشية يبقى اكون في قسيس في بروشية الاسقف بتاعها بيقبل النقاش وبيقبل ان كلنا خاضعين لربنا وكلنا من حقنا نناقش بعض في اي شيء مناقشة، وهو يحترم رأيي وأنا أحترم رأيه، بس احترم رأيي واحترمت رأيه وأهلا وسهلا نبقى إداريا مستريحين مع بعضنا في المشاريع. في أسس بترسموا وبعد كده بيبقوا مش مستريحين مع الأساقفة اللي معاهم، تحصل مشادات. أنا مش في غنى على الوش ده، يعني أنا في غنى على الوش ده، مش ناقص وش. طب الرهبانة برضو ليها شروط ولا أي حد يترهب؟ لا، لازم يكون تعليم عالي ناجح ويروح، لكن أنا مش طريق الرهبانة. أنا حاسس ربنا عاوزني هنا، هنا مش في الدير، ربنا مش عاوزني في الدير، أو عاوزني في كل حتة بس عاوزني في رسالتي مش إن أنا أكون راهب. عشان انا اكون راح لست اهلا للرهبان، ليس طريق صليب ده كان بدلك وقبر ده كان مكان انا بدمي فديت موتي قد احيت. تعالى 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 إلي. احنا في المسيحية مسموح لنا أن نرى ونفتش ونسأل، غير ذلك يصبح مظلم لنا الطريق الصح. أنا الله مات، الله مات بالناسوت، يعني خروج الروح الإنسانية من الجسد الإنساني. بس ببساطة ما تعلمتش عيش رهيب ولا عدت برحاتي، لا ما تعلمتش أواجه عاصف ولا طاغي بجناحاتي، لا لا لا. أنا ساكن في حصون الصخر وليا جناح، بس أنا مصنوع من صخر يسوع غير قابل للكسر. أنا ساكن في حصون الصخر وليا جناح، بس أنا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر. لا ما تعلمت خلى عدوي يشوفني بدون تسبيح، لا لا ولو كابت قلبي أغني كأني بدون مسيح، لا لا ما تعلمتش خلى عدوي يشوفني بدون تسبيح، لا لا ولا بكعبة قلبي عني كعني بدون مسيح. عندي سؤال اكتب يا معلم، إبراهيم منتصر أهلا مرحبا سلام أنا. اسأل اسأل استشير اسأل استشير، يلا يلا اتفضل.
تفضل. تا 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 تا. صفحة دي معمولة ايه؟ معمولة فراخ بنية مش معمولة بعض. ازاي نقدر نفهم فكرة اعتراف زي ازاي اعترف لحد خاطي زي يبقى منظر قدام وحش؟ صفحتي دينية. الاعتراف ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. في نفس الوقت ليه توبة والاعتراف؟ تقعد مع نفسك وامام الله وبعد كده بتعترف عند القسيس. ربنا قال لهم للرسل اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياها غفرت لهم بعد ما سكنوها عليهم امسكت. القسيس اللي قدامك خاطي وبيعترف، البطريرك خاطي وبيعترف، الأسقف خاطي وبيعترف، كلنا خطاة وبنعترف. دي فايدة الاعتراف، بيدي إرشاد روحي، بيدي راحة نفسية، توصيل للحقيقة السليمة. لو حضرتك بتعترف ومش لاقي التلاتة دول غير أب اعترافك أو ما تعتبروش أب وسيب. المسيح مش مجرد، أيوة هو حي، هو مات، مات، مات على الصليب، وهيجي هياخد الأبرار لحياة أبدية والأشرار للهلاك الأبدي، يرميهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، يسلموا الملائكة ترميهم. اللي عنده سؤال قولوله عشان أنا فاضي 10 دقايق لأن محتاج النهاردة أتغدى بدري. عشان امبارح اتسوحت ولقيت طبيعي. كيف مسيح عندنا الصلاة والعالم؟ تفضلوا. يلا يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، يلا يا جماعة. يا جماعة سيبكم بقى من الحوادث الجانبية وخلوكم في بس هنا وقولوا مبروك عليك إن أنا مؤمن بالمسيح ماشي. شاينا لوندس يا أهلا. مش بس هيقود العالم، هو المسيح هو اللي ظهر في الجسد يا ابراهيم المنتصر. الله ظهر في الجسد، آمن بيه إن الله ظهر في الجسد. ربنا يساعدك. هو الوحيد الضامن الجنة للملكوت في المسيحية. الله عليك، صح ده. يعني ده عدل ان هو يعرف خطايا وما يعرفش خطايا؟ يا عم انت تاخدها، هتاخدها زلة عليه يعني؟ هو مجرد ارشاد الاعتراف هو ان تندم على خطيئة ثم تقول كان كسرت الوصايا وحلك بالظبط. بالظبط، تندم على الخطية وتقول لك كان الكويس الرسول، وقبلها توب تتوب. الاعتراف بدون توبة كأنه لا شيء. قبل الاعتراف التوبة، اسمه سر التوبة والاعتراف. توبة 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 توبة. اللي عنده سؤال حد عنده سؤال؟ حد مشغول البال؟ عنديش مشغول البال، عنديش في عندي سؤال. أنا معتقد المسيح إن مريم حي له، هو مات وقام،
من التوقع؟ قام حقا قام رئيس السلام، هللويا هللويا. الرب قام، يعني كان المفروض بالنسبة لي واسطة، بس يعني لا مش واسطة، وجوده مش واسطة، وجوده كمرشد، وجوده كمرشد. لو حسيت ان هو واسطة تبقى مصيبة. سيبك من الكلام ده، مش واسطة خالص، مجرد مرشد، سواء حلك او محلكش. لو انت تائب ربنا بيديك الحل، بس ده حاجة مادية ملموسة قدامك ان هو بيديلك الحل، بس وجودك معاه عشان يديلك الارشاد. وياخد المفترض لو هو كاهن فعلا فاهم، لازم ياخد حاجة اسمها مادة داود ادبي، بحيث ازاي يتعامل في الارشاد الروحي في الاعتراض. احنا خدنا شبه، لا مش شبه واحد، لا انا اتكلمت على تأويلات الصلب في الاسلام، في فكرة الشبه، في ان المسيح اتصلب 3 ساعات، مات 3 ساعات قصدي، وفي مات 7 ساعات، واختلفوا في الموت اللحظي. في اكتر من تأويل، مش تأويل واحد. ابراهيم وإن الله زي في طبيعة الله بالظبط، اللي هي كلمة الله. الله ينور عليك يا شنر، مظبوط جدا. يعني ما ينفعش ما تهزر معايا يعني. هو كل الكهنة بقى الاعتراف معقدين؟ لا يا يعني عم، مش كلهم معقدين. المسيح لم يموت يا عم، صدقني مات، مات وصعد إلى السماء، مات وقام وصعد إلى السماء، بالله عليك مات وقام وصعد إلى السماء. فاضل معانا 5 دقايق وينتهي الأوكازيون ونقفل البث. المسيح صلب، مات، قام، صعد إلى السماء، سيأتي ليدين الأحياء والأموات، ويعطي كل واحد كأعماله. يا رب، وليس كخطايانا زي نوني خريم باي نشتي مستري يونتيتي متف سابت افتشار كابيف مو قاب واخن بيكو اسمي عم اطلع كتير، بس مش عارف، مش عارف. في نقطة بالنسبة للمسيح ان هو اتكلم في المهد، دي موجودة بس عندنا في السنكسار، في تقليد الكنسة في السنكسار القبطي، ان المسيح اتكلم مع اول شهيد في المسيحية قبل تتميم الفداء، وهو قديس ودامون الأرمنتي. ودامون الأرمنتي لما جه مصر، العائلة المقدسة جت مصر، حصل قتل ليه؟ قديس ودامون الأرمنتي يا ابني حلو. شكرا كتير جزر كويس، ربنا يبارك. زين المسيح تسبيح، علوا الإله بنغمكم، نادوا الأبطال أبطال، يمشوا بصليب قدام. يعني إلى سقف عندهم أي غلط عشان يعيشوا فيه؟ بني آدمين يا عم، بني آدمين، إلى سقف من بني آدمين، مش أي معجزات طبعا. يوسف على سقف بني آدمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. في منهم بيعترف، هما كلهم لازم في الغالب يكونوا بيعترفوا،
بس في منهم وانت بتتناقش معاه تحس ان انت حابب تتناقش، في منهم لا، زيهم زي اي بشر يعني. في بعض الاشخاص ما بتحبش المناقشة او بتتكلم معاك، فمناقص ايا كان بقى يعني، بقيت حتى بره الصف في المجتمع نفسه لما تلاقي ناس ما بتحبش تتكلم معاك بتسيب انسان على وجه الارض لسه معصوم من الغلط. بالظبط، مفيش حد معصوم من الغلط، حتى انا بني ادمين كلنا بقى، ولكن في فرق، وهو ان في شخصيات تقبل ان انت تتناقش معاها، دي حلوة. شخصيات تانية مش عايزة تتناقش ولا عايزة تتكلم، لا. وانا صدع نفسي ليه؟ عشان كده لو ربنا سمح اتمنى من الله ان هو يكون في اسقفيز حد كويس، يحب الخدمة، شجاع في طلب الحق. لو بنت اتخطفت ما يسكتش، لو حق للكنيسة ولا حق المسيحيين ولا أي حق ما يسكتش عليه. لا يعجبني أنا الأسلوب ده، ما يعجبنيش المتخاذل، لا يعجبني المتخاذل. حد عنده سؤال قبل أن أغلق البث؟ أحاول ممكن بالليل يبقى في بث يوتيوب. أنصح يا أخ إبراهيم، أنا فاهمك، بس أنصحك تشاهد قناة اليوتيوب عندي، قناة في الرابط في الوصف، هتعجبك جدا جدا جدا، خاصة في الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه. الأخ سوري، بريتان بتقول دكتور أوجستين المسيح تكلم في المعدة أو لا؟ معلن في الكتاب المقدس ما ذكرش، لكن في السمسار القبطي اللي هو كتب سير القديسين مذكور ان هو اتكلم مع قديس ودامون الارمنتي لما جت العائله المقدسه رحلتها لمصر. ولماذا اناقش اي سمسارات كلها؟ ما بتكلمش على النقاش يا دكتور اوف كرايست في المناقشات، بتكلم على الطبع الاداري في الخدمه. لما اتكلم اداريا مع حد مش هكلمه في خطيته يعني، هو حر في خطيته وانا حر في خطيتي، لكن في النقطة الإدارية، في إدارة الكنيسة، في إدارة الخدمة، في الكلام ده كله، في كتير حتى ناس ما بتحبش إن أنت تكلمهم في إدارة الخدمة والكنيسة، دول بتبقى مستفزين جدا وكتير دلوقتي. شرفت معرفتك وسعيد اتعرفت عليك، يا أهلا بيك، شرف وتنور. هتلاقي تقريبا بس يعني كل يومين أو كل يوم كمان، ويمكن بسين في اليوم، تابعنا وربنا يتمنى. حد عنده أي سؤال؟ ألقاكم على خير، لا ولا يهمك، ربنا معاكم، سلام الله معكم، عشان بطني خلاص هموت من الجوع، باي باي، سلام للجميع، سعيد بقوة الكنيسة المصرية، إيش، ألقاكم على خير جميعا، سلام الله يكون معكم، سلام.